مين المخرجين اللي فرقوا معاكي على مدار مشوارك وطلعوا فعلا منك حاجات مختلفة؟ محمد شاكر خضير. ده شخص ليه مكانة خاصة جدا 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 في قلبي. على مستوى شخصي هو صديق بحبه، بحترمه، بحب رأيه، بلجأ له. تاخدي رأيه في حاجات تانية؟ باخد رأيه في حاجات يعني تانية، يعني لو جالك عمل مع حد تاني ممكن؟ طبعا I do. ولكن كمخرج ده شخص أنا عمري ما اشتغلت مع مخرج بيتعامل كده مع الممثلين اللي معي. محمد حاجة كبيرة قوي 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 في حياتي، علشان هو اللي كان مخرج العمل اللي خلاني أبقى في حتة، يعني من حتة تانية، من حتة لحتة تانية خالص تماما. يعني نازلي changed my life. يعني طبعًا. يعني احنا الحق يتقال انه ده كان حاجة كبيرة جدا في حياتي، وهتفضل علامة مميزة جدا في حياتي، وهتبقى نقلة، ويا طول عمرها هتفضل هي دي النقلة. يعني انا كان في اعمال مهمة جدا عملتها قبل كده مع ناس مهمة جدا، مع مخرجين مهمين جدا، وبعد محمد انا عملت يعني برضو شغل كبير قوي مع مخرجين كبار قوي، من ضمنهم الأستاذ شريف عرفة طبعًا. والأستاذ طارق العريان وهاني خليفة يعني and so on يعني وكريم الشناوي and many more. ولكن ال pivotal point زي ما بيقولوا، لحظة التغيير فعلا بجد، هي كانت مع محمد شاكر.